إذاعة القرآن الكريم من القاهرة يتلو آيات الله المباركات القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم. إذاعة القرآن الكريم حملت على عاتقها الدفاع عن كتاب الله، فكانت حصنا منيعا لمحاولات بائسة هدفها النيل من القرآن الكريم، فدحرت التخريبات الخبيثة التي حاولت تحريف آيات كتاب الله، فكانت صوت الحق. تم إنشاؤها بقرار جمهوري من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. 6 يوم الأربعاء 11 من ذي القعدة الموافق 25 من مارس ساعة الميلاد لإنشاء إذاعة القرآن الكريم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. البث الإذاعي لإذاعة القرآن الكريم بدأ من الشريفين، مبنى الإذاعة في الشريفين، وكان الاستوديو هناك ومعه استوديو إذاعة الشعب وبعض وهو صوت الشيخ الحصري. أول صوت قراءة القرآن الكريم كاملا بتسلسل السور والآيات التي نزلت على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يذاع على موجتين إحداهما قصيرة والأخرى متوسطة، وذلك على المستويين المحلي والعالمي. إلى الطاقة الخلاقة، إلى دعامة الأمة، إلى الشباب في كل مكان، نقدم هذا البرنامج. شهدت إذاعة القرآن الكريم مراحل مختلفة للقراء، من أبرزهم الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذين قدموا ختامات مرتلة بقراءات حفص عن عاصم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. في عام 1977 بدأ الميكروفون يخرج خارج الاستوديو ليذيع صلاة الجمعة ويستمر الإرسال طوال اليوم، وكانت بذلك بداية فكرة الإذاعات الخارجية على الهواء. نجم إذا هوى ما ضل
لصاحبكم وما غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في عام 2009 دخلت الإذاعة مرحلة جديدة من مراحل التطوير، وهي مراحل الفترات المفتوحة على الهواء مباشرة، لتكون همزة وصل بينها وبين المستمع في كل مكان، والرد على استفسارات المستمعين ومناقشة قضايا الساعة المؤثرة في الحياة، وذلك باستضافة كبار العلماء والمتخصصين.